الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الدرس 13 من كتاب التربية الإسلامية لطلاب الصف الأول ثانوي بفرعيه العلمي والأدبي بعنوان من عوامل قوة الأمة الآيات 102 ل 108 من سورة آل عمران، وهي آيات المطلوبة حفظا وتفسيرا. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. ما نوع سورة آل عمران؟ هي من السور المدنية، يعني في سور مدنية في سور مكية، وفي سور بكون فيها جزء مكي وجزء مدني. بس بدنا نعرف شغلة، أنه كل المقاطع القرآنية المطلوبة معنا في كتاب التوجيه يا شباب وطلبة الأعزة إنما هي كلها مقاطع مدنية كلها. يعني لو سئلت عن أي مقطع من مقاطع القرآن الأربعة المطلوبة منا في كتاب التوجيه خلاص مدني. طيب في عندنا كمان شغلتين لازم نلتفت لهم بشكل كويس. بكل سورة أو كل مقطع قرآني بذكر في 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 الشرح بعض موضوعات السورة ككل. يعني الآن هذول الآيات من سورة آل عمران، بقول لك تناولت سورة آل عمران موضوعات عدة، أذكر خمسة منها بعض الموضوعات اللي بسورة آل عمران. وفي عندنا سؤال ثاني تحت هيو، انه تناولت الايات الكريمه اللي هي اللي تناولناها قبل قليل، تناولت الايات الكريمه موضوعين رئيسيين. اذا هون موضوعات السوره، هون موضوعات السوره، هون موضوعات الايات. طيب موضوعات السوره بدنا نذكر منها خمسه. طبعا موضوعات السوره مستحيل نحصرها في خمسه، لكن منها من هاي الموضوعات: الثبات على الاسلام، اثنين اثبات وحدانيه الله، ثلاثة إثبات صدق القرآن الكريم، أربعة رد شبهات غير المسلمين، خمسة التحذير من كيد الكافرين. خلينا نشوف معانا المفردات والتراكيب. المفردات طبعا بتكون كلمة، التراكيب بكون أكثر من كلمة. يعني عندنا هون مثلا البينات مفردة، واعتصموا بحبل الله جميعا تركيب. قال واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني تمسكوا بالإسلام، أو ممكن نقول تمسكوا بالكتاب والسنة. ولا تفرقوا، لا تختلفوا. شايفين انه هذا كان سؤال وزاري، هاي الكلمه انها اجت، ولا تفرقوا ولا تختلفوا. شفا حافه، البينات الدلائل، وكنتم على شفا حفره، طبعا شفا حفره يعني حافه حفره، البينات الدلائل الواضحه. خلينا نشوف موضوعات السوره، موضوعات الايات عفوا، الايات القرانيه الكريمه من ايه 102 من ايه 102 لايه 108. اتضمنت موضوعين رئيسيين،
الموضوع الأول عوامل قوة الأمة، اثنين التحذير من الفرقة وبيان عاقبتها في الآخرة. التحذير من الفرقة وبيان عاقبتها في الآخرة. طبعا عوامل القوة في الآيات 102 ل 104 والتحذير من الفرقة وبيان عاقبتها في الآخرة الآيات 105 ل 108. خلينا نشوف الآن عوامل القوة في الآيات من 102 ل 104. بينت الآيات القرآنية الكريمة بعض عوامل قوة الأمة التي تحصن الفرد وتصون المجتمع. بين خمسة منها أو اذكر خمسة منها. يجي سؤال وزاري اذكر عاملين من عوامل قوة الأمة حسب سورة آل عمران. منقول هذول الخمسة هم كالتالي: واحد تقوى الله سبحانه وتعالى، ألف تقوى الله، باء الاستقامة والثبات على دين الإسلام، جيم الاعتصام بالإسلام، دال الوحدة وعدم التفرق، ها الدعوة إلى الخير. هذا خمس نقاط اللي ذكرتها عوامل القوة المذكورة في الآيات الكريمة. خلينا نشوف العوامل هذول واحدة واحدة. تقوى الله سبحانه وتعالى موجود في الآية رقم 102. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوى الله واضح، اتقوا الله حق تقاته. في هذه الجملة من هذا المقطع من الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، هو بالضبط موضوع الموضوع هذا العامل له تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب وضح كيف بكون تقوى الله. منقول يجب على المؤمنين أن يتقوا الله حق تقاته، وذلك من خلال آتي. إيش من خلال؟ إيش من خلال؟ امتثال أوامر الله. شو هي أوامر الله؟ دائما احفظ زي هيك. إيش أوامر الله؟ أوامر الله في نواهي بدي أجتنبها، تمام، وفي أفعال بدي أفراد أعملها. إذا امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهي والشعور بمراقبته سبحانه جل في علا، والشعور بمراقبته سبحانه جل في علا، هيك بكل إنسان يتقي الله حق تقاته. إجا سؤال وزاري وضح كيف يبقى يتقي المسلم الله حق تقاته، أو بين معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بقول ينبغي على المسلم أن يتقوا الله، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والشعور بمراقبته. ممكن يجينا سؤال: فسر الآية الكريمة. بدي أفسر الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بحكي هذا الكلام كله إنه ينبغي على المؤمن أن يتقي الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والشعور بمراقبته. استنتج أمرا ترشد إليه الآية الكريمة، أو استنبط عامل القوة الذي تشير إليه الآية الكريمة، بقول هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وممكن يجي سؤال آخر، يعني مثلا سؤال معكوس، يقول لك اكتب آية من سورة آل عمران تتضمن عامل القوة، تتضمن عامل القوة تقوى الله سبحانه وتعالى. بقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. العامل الثاني الاستقامة والثبات، نفس الآية 102. الاستقامة والثبات على دين الإسلام نفس الآية 102. الله بقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه الاستقامة والثبات على دين الإسلام. لذلك من أسباب القوة لدى الفرد كما بينته الآيات الكريمة: أولا الاستقامة، اثنين الثبات. الاستقامة، إيش الاستقامة؟ الاستقامة هي الالتزام بأحكام الإسلام وقيمه وأخلاقه وتشريعاته. يعني ألتزم بتعليمات الإسلام، هذه الاستقامة. ملتزم بأحكام الإسلام، مستقيم. طيب إيش الثبات؟ الثبات هو الاستمرار على هذا الالتزام حتى الممات. الاستمرار على هذا الالتزام بأحكام الإسلام حتى أموت. هذا هو معنى الثبات، الثبات حتى الممات. طيب لو جاءنا سؤال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اذكر أمر ترشد إليه الآية، اذكر عامل القوة الذي تشير إليه الآية. بقول الاستقامة والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فسر الآية قوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نفس الكلام اللي بنحكيه، اللي من الآن بأنه تدل الآية على الاستقامة والثبات على دين الله عز وجل، وذلك بالتزام الأحكام الإسلامية والقيم والأخلاق والتشريعات، وكمان الاستمرار على ذلك حتى الممات. ولو قال فسر الآية الكريمة كاملة اللي هي 102، بجيب تقوى الله حق تقاته باجتناب بفعل الأوامر واجتناب النواهي والشعور بالمراقبة، وكمان بجيب اللي هو الاستقامة والثبات بالتزام أحكام الإسلام والاستمرار على ذلك حتى الممات، هذا هو تفسير الآية كلها. أو اذكر أمرين ترشد إليهم من آية 102: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أو استنبط منها عوامل القوة، بقول واحد تقوى الله، اثنين الاستقامة والثبات على دين الإسلام. إحنا منكون لما نكون يا شباب يا طلابنا الأعزاء، لما نكون مستقيمين على دين الله عز وجل سنكون أكيد أقوياء. لما يكون عندنا تقوى منكون أقوياء، لما يكون عندنا استقامة منكون أقوياء، لما يكون عندنا ثبات على دين الإسلام منكون أقوياء.
أما لما نكون ما عندنا تقوى والاستقامة والالتزام بأحكام الإسلام ولا الثبات ولا شيء، كل شيء بزعزعنا، وكل شيء بنصير نخاف على الحياة، بنصير نخاف على المال، بنصير نخاف على المادة، بالتالي بضيع مننا الشر، بتضيع مننا المادة، بتضيع مننا الحياة، بتضيع مننا كرامتنا. العامل الثالث من عوامل القوة هو الاعتصام بالإسلام، وهو ما تضمنته الآية الكريمة رقم 103، وهو قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية الكريمة تدعو إلى الاعتصام بالإسلام، وهو عنصر أو عامل من عوامل القوة، قوة الأمة، عامل من عوامل قوة الأمة. منقول: أولاً، تأمر الآيات الكريمة بالتمسك بالكتاب والسنة أو بالتمسك بالإسلام، مثل ما في السنة أنه اعتصم بحبل الله جميعاً، اللي هو التمسك بالإسلام، هون نقول التمسك بالكتاب والسنة نفس الشيء. اثنين، جاء التعبير بكلمة جميعاً، ليش؟ أوضح الحكمة. ويجي السؤال الوزاري، يجي السؤال الوزاري، إيش الحكمة؟ أو ليش جاءت بالكلمة جميعاً؟ منقول: إشارة إلى أهمية المسؤولية المجتمعية، كل المجتمع مسؤول عن الوحدة، أنا مسؤول وأنت مسؤول، مش مسؤولية الحكام ولا مسؤولية الشيوخ لحالهم، مسؤولية كل العالم المسلم، كل موحد يقول لا إله إلا الله مسؤوليته وحدة هذه الأمة، أنك تكون أنت من قبلك تأخذ بهذه الوحدة. إذا أهمية المسؤولية المجتمعية التي يكلف بها فيها كل فرد بالقيام بدوره حسب قدرته تجاه هذا المجتمع. ممكن أقول لك أكتب الآية الكريمة من سورة آل عمران التي تتوافق مع قول الله عز وجل أو تؤكد قول الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، بقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فأصبحتم بنعمته إخوانا. في عامل ثاني، العامل الرابع من عوامل القوة، هو بنفس الآية: الوحدة وعدم التفرق، اللي هي اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من نعمتي إخوانا. وببين كيف شو التفرق وشو كان بيسوي بالناس، قال: وكنتم على شفا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. إذا هنا يعني يبين الله سبحانه وتعالى أيضا قضية الوحدة وعدم التفرق، هذا عامل من عوامل القوة. فبينت الآيات الكريمة موقفين، هذه الآية بيّنت موقفين، الآية 103. أولاً، موقف الذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا، تشتتوا، متنازعين، متخاصمين، بينهم قائم الحروب والفتن. إيش كان أثر ذلك؟ إنه كان أثره ضعفهم وتناحرهم، ضعف، متناحرين، بيجي العدو بأخذ من هذا وأخذ من هذا، ما أحد بيبلش بالثاني. الأمر الثاني، الموقف الثاني اللي ذكرت الآيات، موقف المؤمنين الذين كانوا متآخين متوحدين مع بعضهم البعض بعد ما كانوا أعداء في الجاهلية، ويشكوا على دخول النار بكفرهم أو نار، حتى نار الفقد كل شيء في هذه الحياة، وكان من أثر هذه النعمة عليهم نعمة الأخوة والوحدة، إيش؟ أنه أنجاهم الله من النار بالإسلام وهداهم للإيمان. اثنين، جمع الله عز وجل بين قلوبهم وصاروا أخوة متناصحين متراحمين متحابين بفضل الله، بفضل الدين، بفضل القرآن، بفضل السنة. إذا هذا الأثر، إذا أثر المتفرقين كان الضعف والتناحر، أثر موقف المؤمنين اللي الله عز وجل أنعم عليهم بالأخوة والوحدة، إنه موقف إنه الله عز وجل نجاهم من النار وهداهم للإيمان، وإنه الله عز وجل جعلهم أخوة متحابين متراحمين متناصحين متكاتفين لا يستطيع العدو أن يقترب منهم. طيب، قوة الأمة الإسلامية ووحدتها لا ترضي الأعداء، الأعداء طول عمرهم ما بتشوفون ضعف، ما بتشوفون أقوياء، وقوة الأمة كمان بتغيظهم. ليش لا ترضيهم وبتغيظهم؟ وذلك لتشتيت كلمتها وتفريق وحدتها. طيب، لو شتتوا الكلمة وفرقوا الوحدة، وبعدين هاي عايشين، صح عايشين، بس بروح كل شيء منا، راحت فلسطين، راحت العراق، راحت اليمن، راحت، ليش؟ لأنه متفرقين. لذلك لما تتشتت الكلمة وتتفرق الأمة ووحدتها تتكسر، خلاص ما ظل لها هيبة وما ظل لها قوة مطلقة. ممكن أقول لك لخص موقفا من السيرة النبوية يدل على ذلك، أن قوة الأمة ووحدتها ترضي الأعداء وتغيظ المتربصين مشان يشتت كلمتها. منقول أنه مرة شاس بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار، الأوس والخزرج، طبعا الأوس والخزرج هم الأنصار بعد ما دخلوا في الإسلام،
وهذول القبيلتين الأوس والخزرج طول عمرهم كانت بينهم قائمة الحروب. لما أجى محمد صلى الله عليه وسلم جعلهم أنصار وجعلهم أخوة متكاتفين. لما شاس بن قيس اليهودي شافهم مجتمعين في مجلس وبتضاحك وبتكلموا، هذا يعني اغتاظ لهذا الأمر، وتذكر كيف كانوا في الجاهلية والآن كيف صاروا وحدة وصاروا قوة، راح ودع لهم شاب يعني مسحوب لسانه، وقال ذكرهم بانتصارهم بانتصار الأوس على الخزرج في يوم بعاث في أيام الجاهلية، ذكرهم روح قل للخزرج كسروك الأوس حطموك وطحنوك وطحن. فراح هذا الشاب وجعل يتكلم حتى تنازع القوم عند ذلك، وتصايحوا يا للأوس يا للخزرج، وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح، وفزعوا لبعضهم واصطفوا صفين أمام بعضهم البعض. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم وقد اصطفوا للقتال، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوة الجاهلية التفرق، بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف به بين قلوبكم، فعرف الأوس والخزرج أنها مكيدة من الأعداء وأنها نزغة من الشيطان، فألقوا السلاح وتعانقوا وذهب ما بينهم من الشحناء والبغضاء. طيب ممكن نقول سؤال آخر مثل ما جاء سؤال مزاري، بيّن باختصار سبب نزول قوله تعالى، سبب نزول قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلا قصة شاس ابن قيس. طبعا قصة شاس ابن قيس مش مطلوب مني أبصمها بصم، بس مطلوب مني كمان إني لما أختصرها اختصار أجيب كل أفكارها، ما أضيع منها الشيء، ولو بصمناها بكون أفضل. ولما نحكي عن هذا بدي اجيب الاسماء، بدي اجيب شاس بن قيس، بدي اجيب يوم بعاث كمان، هذا يوم بعاث بدي اجيبه انه يوم من ايام الجاهليه، اسم يوم بعاث، مش بقول والله كانت حرب بينهم بالجاهليه بروح عليه جزء من العلامة. ما المقصود بيوم بعاث؟ هو يوم من ايام الجاهليه انتصرت فيه الاوس على الخزرج. اذا هاي الايه واعتصموا بحبل الله جميعا، اذكر امرين ترشد اليهما او عاملين من عوامل القوه، نقول الاعتصام بالاسلام والوحده وعدم التفرق. العامل الأخير من عوامل القوة الأمة الإسلامية الدعوة إلى الخير، وهذا اللي أجاب الآية رقم 104، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن واجب توضيح ذلك، ممكن المقصود بالدعوة إلى الخير هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف شو المعروف؟ المعروف كل شيء عرفه الله وأحبه، والمنكر كل شيء استنكره الله عز وجل وأبغضه. نعم هذا أمر. الأمر الثاني أن الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بحسب استطاعته بحسب قدرته بحسب مكانه. الأمر الثالث في الدعوة إلى الخير اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آثار ونتائج وفوائد كثيرة جدا، منها أنها صمام للمجتمع من الفساد والإلحاد والانحراف والتطرف وغير ذلك من كل أنواع الفساد. اثنين أن بالأمر المعروف والنهي عن المنكر تنتشر قيم الإسلام الفاضلة، لأن كل مجتمع كله بأمر المعروف والنهي عن المنكر بشوف الخطأ بقول هذا خطأ اتق الله وكذا وإلى آخره، وبدل بعضهم البعض على الخير. الأمر الثالث أنه بيئة الخير والأخوة بتتوافر وبضعف الشر، بقل الشر بسبب إيش؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة الخير. لما الدعوة على الخير توقف بهجم الأعداء، إلحاد وانحراف وفساد، وشوف قيم رذيلة، وشوف عندك يعني بيئة الخير يعني مضيق عليها وبيئة الشر منتشرة وبدعو للباطل وكذا إلى آخره. الآية نفسها أذكر أمرا ترشد إليه الآية واستنتج منها عمل القوة، ونقول له الدعوة إلى الخير أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أذكر أثرين من آثار عوامل القوة اللي أذكر بآل عمران، واحد أنها تحصن الفرد، اثنين تصون المجتمع، بتحصن الفرد امام الشبهات امام الاعداء وكذا من اخره، بتحميه امام الشيطان، واثنين تصون المجتمع، بتحفظ كرامته بتحفظ امنه بتحفظ كذا الى اخره. طيب ثانيا اللي هو الموضوع الثاني الرئيس اللي تناولته الايات الكريمه، بنقول التحذير من الفرقه وبيان عاقبتها في الاخره، وهذا تضمنت الايات من 105 ل 108، من 105 ل 108 ضمنت هذه الايات القرانيه. بنقول اولا حذرت الآيات الكريمة من التنازع والاختلاف، تحذير لا تتنازع لا تختلف. اثنين ذكرت موقف الذين تفرقوا وصاروا فرقا متناحرة واختلفوا من بعد ما جاءتهم الدلائل الواضحة على صدق أنبيائهم، اختلفوا وتفرقوا. ثلاثة
دعت المؤمنين إلى أن لا يكونوا أمثال هؤلاء المتفرقين، لأن التفرق من صفة من؟ من صفة الكفار، والوحدة والتجمع والتكاتف من صفة المؤمنين. قالت لهم احذروا تكونوا مثل هذول الناس، هيهم متفرقين. أربعة، أشارت الآيات الكريمة إلى كمال عدل الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن يجي واحد يقول وين المتفرقين الكفار؟ هاي الكفار اليوم متألفين وإحنا المتفرقين. صح، الكفار على المسلمين لما يتجمعوا على المسلمين هم ملة واحد مصيروا، لكن بين بعضهم البعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما ذكر الله سبحانه وتعالى. وإحنا المؤمنين طيب وين صفينا؟ إحنا المؤمنين متفرقين، لما تشبهنا بالكفار صرنا ضعاف والكفار قدروا علينا بأبسط ما يمكن. لذلك ليش نقول إنها عامل من عوامل القوة، هذه اللي هو الوحدة، عامل من عوامل القوة الوحدة وعدم التفرق والاتصال بالقرآن. من في سؤال، أشارت الآيات الكريمة إلى كمال عدل الله تعالى، بين ذلك. أو سؤال بصيغة ثانية ونفس الجواب، يقول قارن بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في الدنيا والآخرة من حيث السبب من حيث النتيجة. أولا من حيث السبب، أن المؤمنين اتحدوا أما الكافرين تفرقوا. اثنين من حيث النتيجة، يعني إيش نتيجة الاتحاد؟ إيش اتحاد المؤمنين؟ إيش نتيجة تفرق الكافرين؟ أن المؤمنين الله جازاهم يجازيهم في الدنيا بي 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 بوحدتهم بالعزة والرفع والانتصار، انتصار لأنه متوحد، قوة كاملة، قوة في الأرض تشتح الأرض كلها، ومعها راية الله أكبر سترتفع وستعز وستنتصر. في الآخرة الله قال وأما الذين بيض يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم تشرق بالفرح والسعادة، بإيش فرحانين؟ بما يرون من نعيم الجنة. هذا في الدنيا، إذا في الدنيا عز ونصر وارتفاع، وفي الآخرة فرح وسعادة وإشراق وجوههم وتنعم في الجنة. طيب خلينا نشوف الكافرين اللي تفرقوا إيش جزاهم في الدنيا؟ الضعف والتشتت والهزيمة. طيب إيش في الآخرة؟ بتسود وجوههم من الحزن والكآبة لما يرون من عذاب النار، وكمان بتوبيخهم على كفرهم بعد إيمانهم. وأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب، أكفرتم، توبيخ الله سبحانه وتعالى يوبخهم على فعلهم هذا. هذا ما نهاية درسنا، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن تكون هذه العوامل عوامل القوة، يعني محط نظر ومحط تفكير كل واحد منا. إحنا الطلبة، لأنه إحنا شباب اليوم، إحنا بنات اليوم وبنات المستقبل بإذن الله تعالى، وبكم تقوم هذه الحياة، بكم يقوم الإسلام، وبكم ترجع الأمة عزتها وكرامتها ورفعتها. وكلما أخذنا بهذه العوامل عوامل القوة، كلما نصرنا الله عز وجل وعجل لنا بالعزة والتمكين. أسأل الله لي ولكم التوفيق.